النادي الهادي الصفاقسي في ثاني مباراة مع المدرب باولو دوارتي ما ينتصرش. علاش؟ خاطر فما برشا اسباب. اولها بيان سور ما نجمش نساو كثرة الاصابات في الفترة هذه. تعرف انه كي نلعب اربعة وحد واربعة ثلاثة ماتشات في جمعة، دونك اللي يعمل ديفيرونس هو الافكتيف. للاسف احنا كي غيبوا اربع خمسة من لاعبين تتاثر الاكيب. عندنا مدة قاعدين نتعادلوا مش مع المدرب الجديد ولا حتى مع اللي قبله. ثم بروبليم اليوم في النادي الصفاقسي ظهر، ثم بروبليم فما كيف بصراحة. يعني لازمنا نقوله انه كي ما نعملوش ماتش كبير وعندنا حق في ضربة جزاء، فمش علاش ما يعطيوش للسيسيس. شفنا اهداف على الخط تحسبت، شفنا بلانتيات براتيكمو في السينك جورنال الاولانيين كلهم زفروا بلانتيات ضد النادي الصفاقسي. اليوم ضربت في يد قبل الماتش اللي طوال، ضربت في يد معلول زفر بلانتي. اليوم ضربت في يد مدافع النادي منظرتي ما شافوش ما للاسف ضد السيسيس ما يشوفوش. مش معناها انا مش نلصق على الحكام، ما احناش في احسن حالتنا، هذيك متاكدين منه. قاعدين نلوجوا على معناها الفورمات هذا صحيح. الملاعبين ممسوسين مونتالمون متاكدين منه، تخلى لهم شويه الشك اكيد. مي في فتره كيما هذه كان اليوم انتصرنا بتاتر تبدل برشا حوايج في النادي. ان ثم برشا الناس ما تحبش السيسيس تربح. وشكونهم هذوما الناس؟ مانيش عارف انا، ملي كان جيت نعرف نقول انا والله ما يقلقنيش. اما انا كي نشوف انا اليوم بيلانتي واضحه ما ظفرهاش، ماتش قفصه الحكيمي بيلانتي عنده ما ظفرهاش، قال لها تمثيل بيلانتي ضد الناس الصفاقسي تتظفر. برا روش انت شكون اللي ما يحبش ولا شكون اللي يحب ولا اسكو هما كيكا ولا بتيتر ملعب حكم جديد وصغير يعطيوها فرصة ضد السيسيس. هذا هو اللي انا دخلت في موضوع ما نحكيش عليه. نحكي على الكرة اليوم، الغيابات في النادي كما قلت مرة اخرى اثرت. اليوم احنا في فترة صعيبة برشا، يلزم الناس كل ورا الجمعية لانه في فترة حساسة مدرب جديد. ان شاء الله يعني نتعديه الفترة هذه. ان شاء الله قدامنا مباراة شامبيونا والاهم مباراة شامبيونز ليج. ثقتي كبيرة في جمهور السيسيس اللي باش يحاول في العشر ايام هذوما ان كما نقولوا ان نتعاون الكل باش نخرجوا ملاعبين من الحالة النفسية الصعيبة اللي يعيشوا فيها. ما نصورش انه كيف ملاعبي فرحان ولا واحد في الاطار الفني فرحان بسلسلة التعادلات اللي قاعدين نعملوا فيها. دونك الناس كل واعيين، الناس كل عارفين انه البريود هذه طويلة، الخايبة طولت بينا ونستناو في فورم الناس الكل باش نتعداو ان شاء الله الفترة الصعيبة هذه.